يا ترى نهى عثمان رأيها ايه في سؤال الحلقة؟ بصي معتز، انا شايفه ان احترام الخصوصيه ده شيء مهم جدا، مهم قوي ان انا احترم خصوصياتك كزوج او كرجل في حياتي، وانت كمان تحترم خصوصياتي. يعني لو عندنا اتفاق ضمني ما بيننا وبين بعض ان ما انت ما تطلعش على موبايلي، على مش عارفه الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، بالتالي انا هبقى نفس الكلام معاك. انما لو متفقين على ان احنا ما عندناش حاجه نخبيها عن بعض، واحنا الاثنين حاجاتنا كلها مفتوحه، فبالتالي انت ممكن تبص وانا ممكن ابص. ساعات بتقفل قوي يعني مع الستات بالذات، لما بتلاقي دايما الرجاله عامله باسورد، مش كده يا رانيا؟ دايما بيبقوا عاملين باسورد على تليفونهم. ليه عامل باسورد؟ ليه يا معتز؟ يبقى عامل عامله، يبقى في حاجه انت مش عايزني اشوفها. لو عامل باسورد اللي هي الكود او كلمه السر، كلمه سر على الموبايل ولا على حسابه على الفيسبوك، سواء ده او ده، اللي يخليك تعمل باسورد، يعني تخليك تعمل ان محدش يخش يبص الا انا، الا انت يعني شخصيا، يبقى في حاجه انت عايز تخبيها. بس في حاجه الباسورد على فكره بالمناسبه يعني دي اجراءات امان، ممكن تبقى عشان ما ي... لو يضيع ويقع في حد ايد حد، يقع في ايد اطفال. يعني الباسورد في حد ذاتها ما هياش ادانه لطرف من الاطراف خالص. بس هي بتستخدم بطريقه مختلفه، يعني هي اكيد لما اخترعوا الباسورد ما كانش قصدهم ان عشان الزوجات ما يتلصصوش على ازواجهم، اكيد. انما في واقع الامر ان الرجاله بتعمل كده. تمام. ولما قلت اتفاق ضمني، تقصدي يا مها انه الكابل او الزوج والزوجه بيتفقوا مع بعض من غير ما لازم يفتحوا السيره دي مع بعض؟ يعني هم عارفين ان هم الاثنين ملتزمين، تعالي نقول بعض باتفاق كذا. غير معلن غير مكتوب. بالظبط بالظبط. تمام.